طب دكتور جمال، ايه هي الانماط او الشخصيات اللي حضرتك بتقول لا الشخصيه دي هتبقى متعبه او هتبقى حمل فوق الحمل، سواء كان راجل او كان ست؟ طيب ايه الانماط دي؟ بص يا فندم، هو الناس عشان تفهم يعني ايه انماط شخصيه، الشخصيه بتاعت اي انسان تيجي من ثلاث عناصر رئيسيه: وراثه، تربيه في الصغر، ثم الخبرات الحياتيه. قد لا قدر الله يعني لو في اصابه عضويه في المخ، دي طبعا مؤثر بنسبه 1%، مش هيجي لكل الناس. انا عندي انواع من الشخصيات بتبقى واضحه جدا زي ما الدكتور بتقول كده، والاهل بيتغاضوا. انا عندي في كم مجموعه كده ناس: نمره واحد، الشخصيه السلبيه الاعتماديه. السلبي الاعتمادي اللي عايز بابا وماما يعملوا لي كل حاجه، اساله في اي حاجه، طب بس انا هرجع لماما. تسألها في أي حاجة، طب هشوف ماما رأيها إيه. لازم تفتكر ده أدب زيادة من لا مش أدب من زيادة، البنت أو من الولد ده اعتمادية أوفر. اعتمادية أوفر. فبالتالي كل حاجة بنيجي إحنا بنشوف حاجات في الشغل بتاعنا غريبة. والله. أه والله العظيم. تلاقي مثلا البنت تشتكي تقول لك أنا آسف، كل حاجة لازم يرجع لماما، ما ينفعش. حاجة في البيت، إحنا حاجة هنعملها في البيت، هنشتري سجادة، هنشتري نوع تلفزيون معين، تسأل مامتها الأول، هو يا إما هي تسأل مامتها الأول يا إما هو يسأل مامته الأول. طب استني، فدي ناخد بالنا منها قوي. طب مين الأكتر من اللي بيجي لحضرتك أو بتشوفه؟ هل البنات الاعتمادية ولا الولاد الاعتمادية أو الشباب الاعتمادية؟ لا طبعا المشكلة كلها في الولاد الاعتمادية. الولاد؟ اه طبعا هي كتير الرقم. اه هما بيسموه ابن أمه. ياه. يعني وصلت ان هي بتبقى توصل ده، هم جايين لي خلاص واصلين اخر مرحله، احنا بعد كده هننفصل بسبب الشخصيه، الاعتماديه التامه، لازم يرجع لوالدته كل حاجه، بيرجع لماما. دي نوع. في نمره اتنين، الشخصيه الوسواسيه، محدش بياخد باله منها خالص، ما بتعرفش تاخد قرار. في كنا زمان مثلا يقول لك عايز تحيره خيره. هو دايما محتار في اي حاجه، اي قرار، ما بيعرفش ياخد قرار، دايما عنده الحيره في اتخاذات القرارات، وبالتالي عامل لي مشاكل على طول مع الطرف الثاني، سواء هي او هو. لغايه دلوقتي احنا بنتكلم برضه في حاجات ايه نعتبرها بناين شويه. تمام. لسه بقى ندخل بقى على التقيل بقى. شخصيات شكوكيه. شخصيات شكوكيه دي صعبه جدا جدا. واحد لو هي اتصل بيا بالتليفون، انت فين دلوقتي؟ انا عند خالتي فتحيه. طلعت هي عند خالتها فاطمه، بس قالتها غلط انها فتحيه. مش هنخلص. ايوه. ده مشوار كبير جدا وخناقه. على التليفون انت اونلاين وانت مش عارف. وانت قلت ليه فتحيه ما قلتيش فلانه؟ يا سيدي والله قلت غلط. لا 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 لا, لا انت ما قلتهاش غلط، انت متعمده. ده مامتك وانا قاعد عندكم. بس بتبقى غيره شويه، بتبقى يعني حاجات شويه مش هنعتبرها غيره في دي، هنعتبرها غيره في دي. ده مامتك واحنا قاعدين عندكم بصيت لي بصه كده وقالت لي كلمه كذا، عادي؟ لا مش عادي، ما هو اوفر في الحساسيه. الحساسيه المفرطه. المفرطه، ما هو خد بالك الحاجات الصغيره دي في اطار التشككيه يتهيأ لك انها بسيطه، لما تتعايش مع الشخص ده هيطلع عينيك. ده هيخنقك. يعني طبعا انا مش هتكلم بقى على حته البخل المادي والبخل العاطفي، دي كارثيه. ولكن انا بتكلم على حته الشك في كل شيء. طيب احنا بنغلط مع اولادنا ازاي؟ يعني انا اكيد الولد اللي طلع بالمواصفات دي او البنت طلع بالمواصفات دي، انا كاب او الام هي كمان مسؤوله عن ان احنا كوننا الشخصيه دي، فاحنا بنغلط. تمام. في ايه؟ هتكلم بس شخصيه تانية. اتفضل. عشان دي كارثيه. اتفضل. الشخصيه السيكوباتيه المضاده للمجتمع، دي كارثيه، دي عاليه قوي. سلبيه. اه. لا مبالاه، عدم اهتمام بنتيجه التصرفات بتاعته. ما عندوش مشاعر، ما عندوش احاسيس، تكرار نمطيه وتكراريه نفس الاخطاء. هو ده اساسا مش هيروح الجواز. يعني تخيل مثلا انت حضرتك كنت لسه بتتكلم مع الدكتوره رمضان على مثلا الفلوس، هنشتري حاجه. تخيل مثلا ممكن يكون معاه 100 جنيه والبيت محتاج 200 جنيه، ينزل يصرف ال 100 جنيه على القهوه ويطلع. قعدت مع اصحابي، هو ده اللي حصل يعني. هو خلاص اعمل لك ايه؟ روحي اتصرفي. انزلي اتصرفي. ايوه بنسمع. او هي بنسمع المشاكل، او هي خدت مصروف ماشي البيت. هو هيتصرف ماشي، لكن هي هتتصرف ازاي؟ وهي ممكن تاخد مصروف البيت، اصلا انا نزلت اشتريت بيه ميك اب وطلعت بقى، طب ما فيش اكل في البيت، هو كده انا اعمل ايه؟
طب هل احنا غلطانين؟ اه طبعا في تربيه ولادنا. المشكله كلها عندنا احنا، ما لازم نعترف. ازاي؟ ازاي احنا قلنا اول كلمه قلنا الشخصيه بتيجي منين؟ تربيه، وراثه، خبرات حياتيه. الوراثه اديها 10%، خبرات الحياتيه ممكن اديها 8% 10%. الاساس التربيه. سن 4 ل 14 سنه انت بتكون ابنك. انت بتكون بنتك. صح. انت اللي بتدي له الثقه في الذات، وانت اللي بتشيل منه الثقه. انت اللي بتخليه معتمد عليك، وانت اللي بتخليه معتمد على نفسه. انت اللي بتخليه اكتف، وانت اللي بتخليه سلبي. انت اللي بتخليه اناني، انت اللي بتخليه لا متعاطف. التربيه ده احنا اساسا احيانا الاوفر في الحنيه بيدمر الطفل. مظبوط. احيانا التقشف الشديد في العاطفه بيدمر الطفل. احيانا ان انت ابنك لما انا اسف تتعمد دايما تقلل منه. انت وحش، انت غلطان، انت سيء، احسن منك. انت مقارنات، دي قصه تاني. انا مش هتكلم بقى ابن عمك وبنت عمك واخوك، كل ده بيخلق شخصيه مشوهه. شخصيه مشوهه. يجي الولد مش معتمد على نفسه في حاجه، لما بيجي ياخد قرار في اي حاجه في البيت صح مش عارف، لا هم بيعملوا له كده، انت طول عمرك كده خايب، انت طول عمرك كذا. طب ما خلاص هو اتكونت هنا، ابتدى الولد بيعتمد عليكم انتوا. ماما اللي بتاكل، ماما اللي بتشرب، ماما اللي بتحمي، ماما اللي بتذاكر. يبقى هيجي لما يبقى زوج مسؤول مش هيقدر الحبل السري ما تشالش المسؤوليه. الحبل السري اللي احنا قطعناه عند الولاده ما تشالش، او البنت كذلك. مع الولد، انا بتكلم عن الولد والبنت الاثنين سياد. مظبوط. فبالتالي بتطلع الشخصيه هنا مضطربه. طبعا. اجي بعد كده اطلب منه لما يجي يتجوز اقول له لا افتح بيت، لا يا بنتي ساعد جوزك، لا يا ابني المفروض ان انت المفروض. ما المفروض ده كان من الاول. طبعا. انت اللي بتعود ابنك على الصح والغلط وتحمله مسؤولياته. طبعا. وببساطه. طبعا. الناس دايما يقول لك ايه؟ يعني ايه تديله مثلا شخصيه؟ يعني ايه تديله شخصيه؟ ده ابنك. هو النهارده لما انا اديله 3 قطع ملابس، ادخل محل لبس وهتشوف بقى الشخصيات دي وهي بتتكون حلو قوي. تلاقي الاب والام جايين يجيبوا اللبس لاولادهم. في اب وام كيسين، تعالى يا حبيبي شوف اللي انت عايزه بس من المجموعه دي. بيتناسب مع السعر اللي احنا حاطينه في الميزانيه بتاعتنا. طفل يختار بالنسبه له رائعه. لكن في اب وام تاني لا انت ما ينفعش معاك غير ده. بس انا مش عايز دي. لا انت هتجيب دي عشان هي دي اللي معانا الفلوس بتاعتها. وممكن يجيب له اللبس وهو جاي وهو ده وتلبسه وخلاص. ده مش هتكلم في دي ان هو يجيبه في سكته معاه وما تلبسش غير دي. تمام. ما ده اجبار. طبعا. هنا الطفل اتعود على القهر. بالتالي انت هتطلب منه بعد كده ان شخصيه تبقى نضجه ازاي؟ أيوه. ما فيش.